فيما يخص زيادة في كاين فخامة رئيس الجمهورية قرر منذ سنوات باش كل سنة ينزيدوا ان طو اللي تدفعوا الدولة على حساب الدولة باش نزيدوا في الأجور تاع المتقاعدين. السنة هذا كذلك راح يكون فيه نفس الإجراء لأن أصبحت سنة. المستحقات راهي تدفع. قلنا الصندوق تاع التقاعد عنده إشكال يعني صعوبات مالية اللي رانا نسويوها في إطار التضامن ما بين القطاعات ما بين لاكناس ولاكناك كي كونتريبي فيرسي ان سيرتان مونتون يعني يدفعوا مبلغ مالي لل سي ان ار لا كاس دو روتريت باش يدفعوا. اما المستحقات جامي كنعجز باش ندفعوا المستحقات تاع المتقاعدين.